شكرا للاعلامي الكبير كابتن هيثم السعيد وضيفه الكريم كابتن ياسر صلاح. مشاهدينا متابعينا، في البدايه احب ان اذكر حضراتكم لقاء النادي الاهلي وسبورتنج ضمن الجوله الثانيه للمرحله الثانيه دور المحترفين موسم 2021-2022. زي ما قلت لحضراتكم يمكن الجوله الاولى انتهت او الفتره الاولى انتهت، بداوا ياخدوا اول ست فرق لكل مرحله. المرحله الثانيه اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي اقوى ست فرق. المرحله الثالثه والاخيره ان شاء الله هيتم الترتيب من 1-4، يتاخد من 1-4 لعب دورتين مجمعتين على بطوله الدوري. سريعا كده نشوف تشكيل الفرقتين. نادي الاهلي النهارده حراسه المرمى عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، اثنين عبد الرحمن، واحد طه واحد حميد، واحد 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 16. 79 احمد الشمس السيه، رقم 7 مصطفى خليل، 92 اسامه الجزيري، 90 عمر حجاج، 9 اسلام حسن، 13 سيف هاني فوكس، 4 احمد راضي، 26 محمود نعمان، 5 محسن رمضان، 55 محمد سليمان لاشين، 48 مهاب سعيد، 24 ابراهيم المصري، 80 احمد عادل، 72 ياسر سيف. ده تشكيل النادي الاهلي، لكن طبعا في 6 موجودين داخل الملعب هنتابع مع حضراتكم. سبورتنج بيمثلوا النهارده حراسه المرمى احمد سعيد واحمد وجيه، برضه زي ما قلنا 2 عبد الرحمن، النادي سبورتنج عنده 2 احمد. النهارده اللاعبين محمد جلال ماهر رقم 18، جلال الدين خرشد 98، هشام عادل 5، احمد قاسم 99، محمود طه 3، محمد ياسين 20، احمد عبد الله 6، احمد مجد 99، محمد جمال شعبان 96، ويوسف خالد 10، شادي محمود 7، مهاب سعيد، مهاب حسام 14، خالد نور 9، عمر يحيى 4، احمد سمير عبد الحميد 88. يدير اللقاء من خارج الخطوط طبعا جهاز فني على مستوى عالي النادي الاهلي، كابتن طارق محروس مدير فني، كابتن اشرف عواد مدرب عام، كابتن هشام عبد الوهاب مدرب، كابتن هاني النجدي مدير فريق، كابتن محمد ابو زيد اداري، كابتن محمد ابراهيم دكتور محمد ابراهيم، وكابتن مصطفى نجيب علاج طبيعي. اما نادي سبورتنج النهارده موجود محمد عبد السلام مدير فني، نبيل عبد المولى مدرب عام، محمد عبد الصبور مدرب حراس مرمى، محمد البنا مدير اداري، علي حسن معالج او طبيب، محمد بدر احمال. ده اللي موجود في الملعب، لكن بقى يا ترى ايه اللي هيكون مع بعضينا كده في قياده تحكيميه للكابتن هايدي السعيد وياسمين السعيد ومراقبه الكابتن عبد الحليم شعبان ومسجل كابتن يوسف عمر والمقاطي كابتن محمود هاني. بدانا اللقاء مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه الاهلي، وعلى طول كده البدايه مع النادي الاهلي في النص كده يبدا مصطفى خليل، طلع رقم 5 على طول في اليمين محسن رمضان لمصطفى خليل في النص، محسن رمضان الثاني هات وخد فترة طبعا جس النبض لسه، تاني ترجع الكورة عند 84 مهاب، واللي بيحاول التصويبة أولى من رقم 90 والله على طول عمر حجاج، لكن خارج الملعب اتردد على طول سريعة جدا لسبورتنج، حاول يقطع لكن الحمد لله اتقطعت الكورة سريعة، وأول هجوم خاطف للنادي الأهلي وهدف أول، هدف أول هجوم خاطف سريع جدا عن طريق أحمد الشمس سي ويخش ويسجل أول أهداف لقاء عشان يبقى الأهلي 1 سبورتنج لا شيء. هجمة أولى مشاهدينا الكرام 1-0 للنادي الأهلي، دي أربعة دي الأولى من زمن اللقاء، 54 ثانية هجمة النادي سبورتنج، تمريرات من الخط الخلفي الأول قدام الثالث، سبورتنج النهارده هو رقم 3 الأهلي رقم 2، لكن إن شاء الله مع نهاية اللقاء هيكون في كلام تاني والهجمة مرتدة لسه. سبورتنج يقف على كورته، تمريرات من الخط الخلفي كويس قوي عن طريق مهاب حسام لكن في سعب. فاول محسوبة، كابتن هايدي مشاور كده على الأهلي، فاول لنادي سبورتنج على محسن رمضان. نشوف بقى ايه اللي هيحصل، يبدا كده سبورتنج تاني عن طريق رقم 6، تمريرات من الخط الخلفي هات وخد وتصويبه لكن خارج الملعب، واقف في حراسه المرمى دلوقتي عبد الرحمن حميد، لعب الكره على طول مصطفى خليل يبدا تصنع العاب النادي الاهلي، طلع الكره على طول في الشمال ترجع تاني لكن يعمل كده حاول يعمل تحجيز وتخش من على الدائره لكن ترجع تاني لمصطفى خليل، يبدا الهجوم منظم مع محسن رمضان، يطلع على طول رقم 72 زي ما قلنا لحضراتكم ياسر سيف، وبينزل على الدائره رقم 80 احمد عادل لاعب الدائره، والهجوم المنظم النادي الاهلي هات وخد، يطلع احمد عادل يستلم من بره ترجع الكوره على طول عند محسن رمضان، حاول يعدي حجاج كان ترجع تاني لمحسن، لسه الاهلي بيحاول يعدي من النص لكن فاور رميه حره، مصطفى خليل كده حاول يقطع
يخش من النص لكن ياخد فاول رمي حر. على طول احمد عادل يلعب. اتلعبت الكره سريعه. الخط الخلفي يبدا يشتغل. تمريرات ترجع لمصطفى خليل. لحجاج والتصويبه الثانيه والهدف. التصويبه الثانيه عمر حجاج والهدف الثاني للنادي الاهلي. الهدف الثاني للنادي الاهلي. اثنين الاهلي لاشياء سبورتنج. على طول هجمه نادي سبورتنج على مهله خالص. صنع لعب مهاب حسام. مهاب حسام هات وخد من الخط الخلفي ناحيه اليمين كده بيحاول يعمل زياده لكن ترجع تاني يطلع من على الدائره يستلم ورقم سبعه من سبورتنج شادي محمود لكن ترجع تاني وزاد عدي على الدائره ترجع تاني لمهاب اللي بيعمل 4-2 على الدائره دلوقتي ومهاب بيحاول اختراق وتصويبه وهدف. تصويبه كده من خلف الدفاع وهدف لسبورتنج. وعلى طول كابتن هايدي بتدي انذار كده لرقم 14 طبعا زي ما قلنا مهاب صانع العاب نادي سبورتنج يعني الكوره جت في رجليه فبالتالي يعني الموضوع مش سهله صغيره حاجه بسيطه لكن برضو القانون قانون. والكره طول عمر حجاج على طول اتلعب مصطفى خليل ترجع تاني الكوره عند محسن رمضان لمصطفى وتمريرات من الخط الخلفي يطلع تاني عمر حجاج في النص هات وخد محسن رمضان يطلع له مصطفى خليل لكن يتقفل عليه لكن يقطع فاول فاول رمية حرة على سبورتنج كان قاطع كان مصطفى خليل كده لو خد الكرة واستلم وعدى بقى هو عادل على الجون على طول ترجع تاني لسه مع الاهلي وتمرات من الخط الخلفي مصطفى خليل هيعمل ارتقاء ولا هيعمل ارتقاء وتصويبه ارتقاء وتصويبه لكن حارس مرمى نادي سبورتنج احمد سعيد يشيل تبقى الهجمه لسبورتنج مهاب بتطلع كرة سريعه جدا ترجع في الجناح لسبورتنج بيحاول يسقط على الدايره لرقم سبعه شادي لكن فاول ولا اتحسبت ايه اتحسبت رميه جزائيه دفاع من الداخل اتحسبت رميه جزائيه كده والمشاوره بتقول ان هو عدى من الداخل اول رميه جزائيه في اللقاء دي 4:28 ثانيه ولسه الاهلي 2 وسبورتنج 1 على طول على التنفيذ رقم 4 عمر يحيى ويسجل عمر ويسجل عمر هدف الثاني لسبورتنج 2 الاهلي 2 سبورتنج يبدا الاهلي ثاني ياسر سيف يلعب ويطلع ويخرج بره على طول ينزل عادل احمد عادل لاعب الدايره لكن لسه مصطفى خليل حتى الان هو صانع العاب النادي الاهلي باك اليمين موجود محسن رمضان في الشمال عمر حجاج ده الخط الخلفي النادي الاهلي ادي عمر حجاج استلم مصطفى خليل 4-2 على الدايره هيهدي تصويبه وهدف والتصويبه وهدف مصطفى خليل على طول ارتقاء عالي والهدف الثالث 3 الاهلي 2 سبورتنج على طول الكره بتتلعب سبورتنج سريع جدا بيحاول يعدي كده يرجع للمهاب بيحاول يشوط ويسجل مهاب بيحاول يشوط من خلف الدفاع كده لا يسأل عنها تماما عبد الرحمن حميد كره من بره الدفاع كده ما يشوفهاش حارس المرمى والهجمه اهلاويه عمر حجاج عدى نص الملعب عمر تاني هات وخد مصطفى خليل يطلع كورته عند مصر رمضان ينزل عادل على الدايره يا ترى ايه اللي هيتعمل؟ ادي اول تغييرات في المراكز على طول يطلع مصطفى خليل على الدايره 2 ويرجع تاني الكوره عند وبيسقط لعادل لكن ياخد فاول بيسقط لعادل مصر رمضان جري من غير كوره واستلم وعدى وسقط في الزاويه العكسيه لعادل عشان يستلم ولف ولعب اشول فبالتالي يبقى المواجهه للجون كويس قوي تاني مصطفى خليل في تحجيز كده على الدايره جامد قوي لعادل ترجع تاني الكوره والتقاء عالي وتصويبه والله حلوه من محسن رمضان لكن حارس المرمى مع الكوره احمد سعيد تبقى رميه مرمى لنادي سبورتنج 3-3 اذكر حضراتكم تاني ان ده الجوله الثانيه من المرحله الثانيه لدوري المحترفين ان شاء الله بعد نهايه المرحله دي هيبقى في دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري على طول هجمه لسبورتنج تمريرات من الخط الخلفي مهاب يطلع من على الدايره كده يستلم رقم سبعه شادي كنت ترجع تاني لمهاب اللي بيحاول يطلع كوره عند رقم سته احمد عبد الله لمهاب تاني وتحجيز على الدايره لكن يستلم من بره كنت ترجع تاني لشادي وبالشوط لكن خارج على طول يصد احمد والهجمه المرتده للاهلي مصطفى خليل عدى عدى مصطفى طلع كوره على طول لحجاج حجاج لسه لمصطفى خليل على الدايره العادل عدى حلو قوي عدى حلو قوي لسه بقول لحضراتكم عدى حلو قوي لان هو بياخد زاويه عكسيه طبعا لاعب اشول فبياخد زاويه عكسيه وبيعدي كويس قوي مستريح رميه حره اهلاويه طبعا بنهني جمهور الاهلي كله ببرونزيه بطوله العالم لكره القدم
وبتمنى التوفيق طبعا بكره ان شاء الله لبطوله افريقيا في كره القدم. والهجمه اهلاويه على طول الشادي يطلع كورته، هات وخد مصطفى خليل، التمرير من بره يطلع عادل يستلم، ترجع تاني الكوره عند محسن رمضان لحجاج، ارتقاء عالي والتصويبه، لكن هنا البلوك، لكن يلمها تاني والله مصطفى خليل حلوه، يلمها مصطفى خليل حلوه قوي، لكن رد فعل حارس المرمى كويس، ترجع الكره لمهاب والتصويبه في غفله كده من دفاعات الاهلي، هاجمه مرتده سريعه يسجل منها سبورتنج هدف الرابع، اربعه سبورتنج ثلاثه الاهلي، ولسه الهجمه الاهلاويه التصويبه، هو على طول الرد، على طول الرد ما استناش عن طريق حجاج، الرد ما استناش عمر حجاج على طول يسجل الهدف الرابع، اربعه اربعه، مباراه سريعه جدا بين الاول والثالث، كل واحد بيمني نفسه ان هو طبعا يطلع على حساب الثاني، لكن ان شاء الله طبعا كاهلاويه نتمناها اهلاويه. على طول هجمه مهاب، تمرير من الخط الخلفي، بيبدا يشغل كده اليمين والشمال الباكين الاثنين، لكن في هنا تحجيز من على الدايره بيتم، هنشوف ونتابع، وتاني اهو ادي التحجيز بتاع شادي، عدى ترجع تاني، هيرجع تاني لمهاب، كمل هو خد فاول عكسي، فاول عكسي على طول، تبقى الهجمه للنادي الاهلي، بيعطل الهجمه المرتده، لكن اتلعب السريع حلوه جدا، وعلى الدايره لوحده خالص ويسجل 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 لوحده خالص الكوره، يعني طبعا اكيد فيها كلام حظوظ حلو قوي، احمد الشمسي الكوره بتقول له مش عايز من عندها، مش عايزه تخش، لكن هدف خامس للنادي الاهلي، الهدف الخامس للنادي الاهلي، 5-4 والدقيقه 9 من زمن الشوط الاول، والهجمه النادي سبورتنج اللي بدا يدفع برقم 20 اول مره ينزل طبعا محمد ياسين، لكن لسه مهاب صانع العاب نادي سبورتنج، وتمرات من خط الخلف، وتغيير في مركز كويس قوي لنادي سبورتنج، ودفاع متقدم على الدايره بيطلع من بره النادي الاهلي يقابل، لكن ترجع تاني لمهاب، وقف كورته، ترجع تاني واربعه اثنين، وبيسجل اهو على الدايره، بينزل على الدايره كويس قوي، بيعمل زياده عدديه، وبيحاول ان هو يعمل اختراقات، لكن دفاع الاهلي كويس، ابراهيم المصري قافل كويس قوي في الدفاع، ما بيسمحش باي حد يتقدم. تاني الكوره لسه مع سبورتنج لمهاب اللي بيشوط في الدفاع، ابراهيم المصري تبقى رامي الجانب، اتلعبت على طول سريعه، وهات وخد، وجاري من غير كوره، واستلام كويس قوي من محمد ياسين، بيحاول يعدي لكن فاول، ورامي حوره تاني لسبورتنج، واشاره اللعب السلبي، احمد عبد الله كان عامل ارتقاء عالي وداخل، لكن ترجع تاني محمد ياسين، وعلى الدايره بيحاول يسقط لكن خارج الملعب، لسه رامي حره، اشاره اللعب السلبي، هنبدا نعد، هنبدا نعد على طول، ياسين لوحده، تصويبه وهدف، ايه الهدف الخامس، تصويبه وهدف، ترجع تاني الكره على طول مصطفى خليل، يطلع كورته سريعه جدا محسن رمضان، وتصويبه على طول محسن رمضان، ما استناش الهدف، بيجي ما بيستناش، ما بيلحقش سبورتنج يستنى على الهدف على طول، 6-5 ده 11 من زمن الشوط الاول، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، الاهلي وسبورتنج المرحله الثانيه وبدايه الدور الثاني، يتلعب منها مباراه واحده ودي المباراه الثانيه، والهجمه سبورتنج لسه مهاب على التنفيذ كصانع العاب سبورتنج، يرجع كورته على طول عند رقم 20 محمد ياسين، هات وخد، ترجع تاني لمحمد ياسين، لسه التمرير من بره، وجاري من غير كوره، وزاد عدي على الدايره، كان على طول تلمها النادي الاهلي، وعلى طول الكوره، وهو جول، ويسجل ويسجل على طول، مهاب سعيد بيخش رقم 48 يسجل الهدف السابع، سلاح الاهلي الكوره السريعه جدا، مهاب سريع خد الكوره من حميد، وعلى طول هو وجونه بيسجل هدف، الهدف السابع، 7 الاهلي 5 سبورتنج، تاني مهاب بيمرر سبورتنج كتير جدا من بره عن طريق محمد ياسين ومهاب، وجري من غير كوره، وقطع على الدايره، كان على طول هنا يقابل الدفاع، يقابل احمد هشام واقف جنب على طول ابراهيم المصري قافلين منطقه النص تمام، تاني الكرة لسه مع سبورتنج، والتمريرات من خط الخلف، أكيد هنلاقي إشارة اللعب السلبي دلوقتي، لكن لسه أهي، وأدي التمريرات ياسين، استلام من بره، يقابل، لكن ترجع تاني لمهاب، وإشارة اللعب السلبي زي ما قلنا لحضراتكم، ولسه الكرة على الدايرة بينزل، ورمية جزائية، دفاع من الداخل،
رمية جزائية يدفع من الداخل. تاني رمية جزائية على النادي الأهلي. إن شاء الله كده نشوف بقى مباراة يعني الكل يستمتع بيها. هنشوف بقى مين على التنفيذ، رايح رقم أربعة ولا من سبورتنج؟ عمر يحيى ويصدها حميد، الله عليك الله عليك، ويصدها حميد. عبد الرحمن حميد بيمنع هدف اكيد من رمية جزائية وبيطلع ياخد طبعا تشجيع كابتن طارق محروس المدير الفني. والهجمة الأهلاوية تبدأ. مصطفى خليل، محسن رمضان، حفظنا بقى خلاص. الشمال موجود عمر حجاج، في اليمين محسن رمضان، في النص مصطفى خليل. ده الخط الخلف النادي الأهلي. وعلى الدايرة عادل، يحاول ياخد من عادل، لكن ترجع تاني لحجاج. ليه؟ مصروق. الله عليك يا محسن، الله عليك يا محسن يا ابني. والله كورة 10 على 10، محسن رمضان بيعمل ارتقاء عالي وبيسجل هدف جميل. وتاني سبورتنج بيحاول يرد، والعارضة والعارضة وبره الملعب. رمية مرمى أهلاوية، 5-8. حميد يبدأ، مصطفى خليل ينزل عادل كده في الهجوم زي ما بقول لحضراتكم. أحمد عادل بينزل وبيطلع والله على طول. ياسر سيف، تاني الهجمة لسه أهلاوية. مصطفى خليل هات وخد من الخط الخلفي. محسن رمضان، في تغيير في المراكز في الأهلي، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يرجع تاني يستلم محسن، طلع على مصطفى خليل لمحسن رمضان، هيصوب ولا هيسقط؟ ساب فاول. رميه حره الاهلاويه، وفي دقيقتين، اول دقيقتين في اللقاء، اول نقص عددي في اللقاء، اول نقص عددي في اللقاء. ولسه الفاول كده هيطلع. احمد عادل يلعب على طول، يطلع كورته عند مهاب سعيد في الجناح، ترجع تاني محسن رمضان. مصطفى خليل هات وخد من الخط الخلفي، يطلع عادل جاري من الكورة. حجاج والتصويبه الهايله، حجاج والتصويبه الهايله، التصويبه الهايله حجاج، والهدف التاسع للاهلي. بدا الفرق يعلى، هيبدا الاهلي يلعب مستريح. شايف والله هشام عبد الوهاب هو اللي بيكتشف عن الفرقه حتى الان. كابتن طارق محروس قاعد وكابتن اشرف عواد قاعدين بره الاثنين. لكن الهجمه لسه لسبورتنج، والتمرير من الخط الخلفي. يبدا الاهلي قبل من على 9 متر. هل يا ترى عشان التحجيز من بره ولا عشان سرعه التصويب وشرط اللعب السلبي؟ تاني وادي يبقى الاهلي قبل من بره، وحاول يرجع يعدي تاني، والتصويبه حلوه حلوه، تصويبه كده من ورا الدفاع بيسجل منها الهدف. لكن سرعة أداء الأهلي حتى الآن هي اللي مخليه رتم المباراة عالي جدا. مصطفى خليل هات وخد، في اتفاق كده بين مصطفى خليل وعمر حجاج، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ على طول مصطفى لحجاج، تصويبة لكن يشيلها حارس المرمى، يشيلها حارس المرمى. طب رمية مرمى لنادي بارتي اتلعبت على طول سريعة، عدى نص الملعب، حاول يعمل تصويبة لكن ترجع تاني، يقف على كورته ويستنى المساندة، ويبدا الهجمة المنظمة. محمد ياسين، محمد ياسين دلوقتي اتنقل كصانع العاب، وراح بقى كده 14 مهاب حسام ناحية الباك الشمال، لكن لسه الهجمة مع سبورتنج. مهاب محمد ياسين، في تغييرات في المراكز كده نادي سبورتنج، يطلع من على الدايرة يستلم على طول. جيمي رقم 18 لاعب الدايرة، لكن ترجع تاني لمهاب، وشرط اللعب السلبي. ومهاب لكن على طول يقابله، ما بيستناش ما بيستناش. المقابله من بره التسعه بتمنع دخول اي لاعب من نادي سبورتنج. تاني مهاب لسه هيهاول ويشوط لكن خارج الملعب، هاول شوط لكن خارج الملعب، والرايه الحارة على طول، المرتده السريعه والهدف، الهدف على طول. والله واقف مستني الراجل مهاب سعيد، مستني مستني التاشيره تجيله من حميد. حميد قال له خد تاشيرتك اهي، وسجل هدف العاشر للنادي الاهلي. حميد وعلى طول معاه مهاب سعيد، كلاكيت اكتر من مره هنشوفها ونتابعها. هاجمه على طول للسبورتنج، رجع تاني مهاب في النص، لكن ترجع تاني، تغيير في مراكز سبورتنج كتير قوي. محمد ياسين لمهاب، محمد ياسين تاني حاول يعدي لكن ترجع تاني الكوره، خطفها النادي الاهلي. فاول فاول، رميه حره ولا كده كان خاطفها وطالع ياسر سيف، لكن ياخد فاول. وهنا وقت المستقطع طلبه المدير الفني لنادي سبورتنج، طبعا بيلعب في الدقيقة 16 40 ثانية، وبدأ التقدم يبقى
10-6 واتعمل عليه اكتر من فاست بريك. ويعني عايز اقول ان المباراه سريعه جدا من الناديين، لكن الاهلي حتى الان هو اللي عامل رتم المباراه. هنشوف بقى كده ايه اللي هيتعمل في الشوط او ايه اللي هيتعمل في الوقت المستقطع، يا ترى سبورتنج هيقول لهم ايه وكابتن طارق محروس هيقول ايه. يمكن اكتر من هجمه مرتده اللي اتعملت على زمالك سبورتنج ممكن يتكلم فيها المدير الفني كابتن محمد عبد السلام. نفس الكلام النادي الاهلي اكيد كابتن طارق محروس هيقول له حميد يلا اشتغل كتير، طلع فاست بريك اكتر. كل ما يكون الاهلي بيطلع فاست بريك اكتر والاهلي بتيجي بتبقى عامل نفسي جامد جدا على الفريق المنافس. اعتقد ده كلامنا احنا، لكن الملعب اللي اتقال فيه ايه اللي حصل فيه، ننزل الملعب مباراه وينتهي الوقت المستقطع كده ساعتها ونشوف ايه اللي اتقال. لكن حتى الان مباراه سريعه جدا، الاهلي حتى الان 6 سبورتنج 10 الاهلي، بنلعب في الدقيقه 16 و40 ثانيه يعني الدقيقه 17. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ننزل ملعب المباراه ونشوف بقى كده اللي اتقال ايه. ترى سبورتنج هيزود الزياده العدديه على الدايره ولا هيشتغل من الاجنحه؟ لكن في حتى الان في جري من غير كوره كويس قوي عن طريق مهاب حسام صانع الالعاب، ومعاه ايضا رقم 20 محمد ياسين، وجري من غير كوره بيطلع من بره الجيمي يستلم رقم 18 اللي على الدايره اللي معاه الكوره، وهنشوف بقى ايه اللي حصل. وعلى طول مهاب ياسين هات وخد من الخط الخلفي، شرط اللعب السلبي، يحاول يعدي صفاره وفاول، رميه حره لسبورتنج، رميه حره لسبورتنج وشرط اللعب السلبي لسه. جيمي يلعب على طول لمهاب، مهاب حسام يحاول يعدي لياسين، كان تاني جري ويحاول يعدي ويسقط لكن على طول يشيلها حميد، لكن هنا في دفاع من الداخل على ابراهيم المصري ورميه جزائيه ثالثه، رميه جزائيه ثالثه. ذكر حضراتكم ان مهاب عبد الرحمن حميد صد الرميه الجزائيه اللي فاتت. هنشوف بقى نتابع انه بادئ بقى هشام عادل انور رقم 5 مع حميد، مواجهه فرديه ويسجل هشام الهدف السابع، ويسجل هشام الهدف السابع. 7 سبورتنج 10 الاهلي، وعلى طول الكوره تتلعب، يبدا على طول كده احمد هشام ينزل في الجناح، وايضا موجود على طول مهاب سعيد برضه في الجناح، ولكن الخط الخلفي زي ما هو حجاج ونزل دلوقتي والله الجزيري اسامه الجزيري 92 اول شوط، ادي اسامه الجزيري عدى وسجل اسامه، اول ظهور لاسامه الجزيري، اول ظهور لاسامه الجزيري 92 بيسجل هدف النادي الاهلي 11. على طول الكرة تاني بتضرب لسبورتنج وبيعمل اختراق مهاب حسام وبيسجل هدف الهدف الثامن، لكن والله الجزيري نزل سريع جدا في بداية نزلته وسجل منها، والهدف الثاني للجزيري، والهدف الثاني للجزيري. أسامة الجزيري بيخش ويسجل ومهاب بيرد عليه ويشيلها حميد، لكن ترجع تاني بيشيلها حميد وترجع تاني على الدايرة ويسجل منها، شالها حميد أول مرة لكن الثانية على طول لحق جابها وسجل منها هدف الهدف التاسع. وعبد الرحمن حميد ان شاء الله يكون سليم ويقوم ويكمل، مفيش حاجه ان شاء الله، يعني احتكاك خفيف كده ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه. قام حميد من رجاله فعلا اللي موجودين في الملعب، عبد الرحمن حميد لسه بيطمن عليه طبعا دكتور محمد ابراهيم، كان طمن خلاص على حميد يطلع بقى ويلعب ونشوف. إذا أنا شايف والله اللي موجود بره مصطفى خليل واللي موجود جوه أسامة الجزيري. على طول اتلعبت الكرة. محسن رمضان. هات وخد، اتنقل بقى كده في النص على طول زي ما قلنا لحضراتكم. عمر حجاج والجزيري جنبه، يستلم الجزيري، يطلع ارتقاء عالي ويشوط لكن خارج الملعب. والهجمة على طول، مهاب حسام، عدى ياسين. يحاول يعدي فاول، فاول عكس مظبوط، حسبت ايه فاول على الاهلي، يعني حسبت فاول رمي حره على النادي الاهلي. لسه الكوره ما اتلعبتش، على طول يطلع جيمي يستلم مهاب حسام، مهاب هات وخد من النص، طلع تاني لياسين،
في جري من غير كوره، يطلع الجناح من بره، ترجع تاني لمهاب لجيمي، و تمرير كده من الخط الخلفي زياد عدي على الدايره، على الدايره ينزل جيمي ويستلم حلوه، ويستلم حلوه، اتعملت خداع كده بين مهاب حسام وجيمي وسجل منها هدف الهدف العاشر. هنا بقى لازم يبقى في تدخل من كابتن طارق محروس. تاني الجزيري، طلع كورته الجزيري على طول، عمر حجاج الجزيري هات وخد، تغيير في مراكز اللاعبين لكن ترجع تاني مهاب سعيد، ارتقاء عالي وتصويبه وهدف، هدف مهاب سعيد، هدف 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 مظبوط للنادي الاهلي، الهدف ال 13. وعلى طول كده اعتقد ان الكره خرجت بره الشبكه عشان كده على طول جري عشان يربطوا الشبكه تاني، لكن هدف مظبوط وصحيح، الهدف رقم 13. 13 الاهلي، 10 سبورتنج، الدقيقه 21 من زمن الشوط الاول، 20 26 ثانيه يعني الدقيقه 21، لكن طبعا لازم يطمنوا ان الشبكه مقفوله. زي ما قلت لحضراتكم يمكن الاهلي قابل سبورتنج في دوري المجموعه الاولى، وقدر الاهلي يتعادل في ماتش ويفوز في ماتش، فاز هنا في صاله النادي الاهلي على سبورتنج 32 31، وتعادل 26 26 في اسكندريه. الاهلي حتى الان يعني لو قلنا مسجل 183 هدف عليه 143 فارق 40 هدف، سبورتنج مسجل 159 هدف عليه 147 هدف، يعني فارق 12 هدف. ده حتى الان ترتيب الفريقين سواء في المجموعه الثانيه او في الدوري، لكن الغالبيه العظمى حتى الان احنا بنتكلم في اربع فرق اللي هيلعبوا دورتين مجمعتين عشان المنافسه على بطوله الدوري. نرجع للقاء والهجمه لنادي سبورتنج على ماله خالص، ياسين لمهاب حسام، هات وخد من الخط الخلفي تاني لسه، وجري من غير كوره، شادي طلع جيم ونزل شادي، لكن كرة على الدايره مقطوعه، مقطوعه على طول والله من محسن رمضان، لكن فاول لم رمي حر، اتلعبت مهاب حسام، ياسين حاول يعمل كده تحجيز على الدايره 4-2 سبورتنج بيلعب، لسه فاول، يمكن مهاب كده بيحاول يعمل اختراقات، لكن واتعمل له تحجيز على الدايره كويس من 2، وياسين يشوط لكن العارضه ويلمها تاني، لكن رميه مرمى، رميه مرمى اهلاويه على طول، حميد طلع كورته سريعه، الجزيري يعدي وسقط على الدايره العادل، ويا راجل بص يا راجل بص عادل، يعني خد الكوره برست ايده كده لكن بره الملعب، اتلعب السريع، ياسين سبورتنج يعدي لمهاب تصويبه، لكن حميد في المكان المظبوط، حميد في المكان المظبوط يصد، لكن في صفاره فاول كده على النادي الاهلي، فاول لسبورتنج على طول، اتلعبت مهاب في تغييرات كده، هنشوف بقى كده مهاب خارج اهو، وهنشوف مين اللي هينزل كصانع العاب، ولسه الكره بتتلعب، وفاول رمي حره تاني، نزل كده والله رقم 10 يوسف خالد، وتاني لسه الكوره، وفاول فاول يوسف خالد معروف باختراقاته كتير جدا، لكن ترجع تاني لسه الكوره في صفاره كده، لازم بدايه مع الصفاره، اتلعبت الكوره ليوسف، هيطلع لياسين، طلع حاول عدى على الدايره، لكن لسه تاني قابله دفاع الجزيري، الجزيري في الدفاع يمنع جنب ابراهيم المصري، اشاره اللعب السلبي على سبورتنج لياسين، تصويبه لكن حميد في المكان المظبوط، حميد واللي على طول استعلى سريع جدا، لكن يلمها والله، ولسه مع النادي الاهلي ويعدي ويكمل ياخد فاول، احيا الكره دي والله، احيا الكره دي سيسي، ليه بقى يا حضرتك؟ الكره اتلعبت وقع في وسط ثلاثه، قدر ان هو ياخد الكره، وطبعا بالتالي لو ما كانش عمل كده كانت الكره ضاعت. حجاج على التنفيذ، الجزيري محسن رمضان، تمريرات لسه، يطلع الجزيري يقابل بقى كده سبورتنج بيلعب من بره 9 امتار، دفاع 5-1، لكن الجزيري بيجري في كل مكان، وادي جري للسيف، وعلى طول بيحاول يعدي،
ويكمل لكن ترجع كره ثاني. جري من غير كوره كويس جدا النادي الاهلي وشرط اللعب السلبي. هنا الجزيره اللي هيعدي ولا مين؟ حجاج يطلع على طول مصر رمضان يعدي يسجل. حجاج يطلع مصر رمضان يستلم ويعدي ويسجل هدف ال 14 14 10 ثاني. يوسف خالد سريعه جدا توصل لياسين ليوسف هيعمل اختراق ويعدي لكن فاول اللاعب الثاني على طول ومن الجناح يسقط ويخش ويسجل سبورتي من الجناح كده. يوسف خالد لاعب كرة حلوة قوي للجناح وسجل منها هدف ال 11 11 14 لسه التقدم اهلاوي فارق 3 اهداف الدقيقة ال 24 من زمن الشوط الأول. والهجمة سريعة للأهلي ما بيبدأ الأهلي الهجمة سريعة جدا دفاع سبورتنج لأن الأهلي بيتحرك في كل مكان وبيتحرك بسرعة وبدون كرة فبالتالي بيعمل خلخلة في الدفاع. هنشوف ونتابع. أدي الجزيري على طول لحجاج للجزيري اللي غير في المركز مكانه 4 2 على الدايره بترجع تاني للدايره على العادل فاول ورمية حره. ترجع تاني على الدايره العادل لكن ياخد معاها فاول ورمية حره. لسه الكوره مع الاهلي وهاب سعيد كان قاطع لكن ترجع تاني الجزيري وهاب ترجع ولا على طول مصر رمضان التصويبه محسن ويسجل التصويبه من محسن ويسجل الهدف ال 15 تاني. يوسف عادل ياسين يحاول يعمل خداع لكن 4 خطوات اتلعبت للاهلي على طول سريعه وهو والجون لكن يطلع الكوره حلوه قوي 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 قوي. الكوره اتلعبت لمهاب سعيد كان ممكن ان هو يخش ويسجل لكن فضل ان هو يديها لمهاب سعيد اللي بيخش ويسجل هدف مستريح جدا الهدف ال 16 للنادي الاهلي 16 الاهلي 11 سبورتنج الدقيقه 25 والهجمه لسبورتنج. يوسف على مهله يوسف خالد تاني في النص هات وخد من الخط الخلفي ترجع الكوره سريعه جدا وزياد عدي على الدائره 4 2 للسبورتنج بيلعب بيها من الصبح وادي اختراقات يوسف خالد لكن على طول يقابله ابراهيم المصري يقابله على طول ابراهيم المصري فاول سبورتنج. لسه الكوره مع يوسف لياسين ارتقاء عالي يحاول يعدي ترجع تاني ليوسف اللي يحاول يعمل اختراقات يعدي لكن ياخد 4 خطوات 4 خطوات تبقى الهجمه للنادي الاهلي. وانذار ل طبعا كابتن هشام عبد الوهاب ميشو. لكن لسه الهجمه اهلاويه. عدى رحمن حميد على التنفيذ. طلع كورته الحجاج على طول مصر رمضان. حجاج مصر رمضان هتاخد الجزيري. على مهله حجاج مصر رمضان. أطول من اللازم للجزيرة لكن رامي الجانب هتتلعب على طول سريع اتلعبت والله. أحمد وجيه دلوقتي في حراسة مرمى نادي سبورتنج تاني الكرة بتتلعب لياسين يخش والله عليك يا حميد لكن الكرة تعدي الكرة الله عليك يا حميد الكرة فعلا يعني سوء توفيق الكرة دي حميد صدها كويس قوي لكن نطت ودخلت جوه المرمى. إيه الهدف ال 12 هجمة أهلاوية حجاج هات وخد حجاج يبدأ كورته مع الجزيري يكمل الجزيري ورمية جزائية ولا ايه هنشوف رمية جزائية ولا ايه هنشوف متضايق ايه رمية جزائية دفاع من الداخل وأول رمية جزائية للنادي الأهلي راح لها أحمد هشام سيسي هنشوف أحمد هشام سيسي وبهوش المرة الأولى والثانية خارج الملعب خارج الملعب رمية مرمى اتلعب السريع لسبورتنج عد نص الملعب كمل الكورة ليوسف خالد اللي بيحاول كده يعمل تعدية لكن ترجع تاني لسه يوسف والزيادة على الدايرة 4 2 لياسين محمد ياسين ليوسف خالد تاني بيحاول يعمل خداع لكن المصري واقف وكله على خط الستة لكن يقابل الجزيري تاني والمصري لكن لسه الكورة مع يوسف عملها حلوة قوي قوي لكن حميد أجمل حميد أراها حلوة قوي قوي وصد الكورة وتبقى الهجمة المرتدة للنادي الأهلي. محسن رمضان ده عادل على الدايره ويسجل على طول ويسجل على طول حميد اراه حلو قوي اللي اداه لمحسن رمضان اللي لمح عادل على الدايره يسجل الهدف ال 17 17 12 حتى الان مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي 27 دقيقه 45 ثانيه والهجمه لسبورتنج. يوسف يحاول يسقط على الدايره لكن ترجع لمحمد ياسين سقط فعلا على الدايره تاني لهشام لكن ياخد فيها ورميه حره
رمية حرة. الشادي كده استلم الكرة من بره لكن خد رمية حرة شادي. تاني يوسف يعد بجسمه وسجل. قلت لحضراتكم يوسف مش معروف عنه باختراقاته، عمل خداع كويس قوي وسجل الهدف 13. لازم نخلي بالنا من اختراقات يوسف. لسه الهجمة أهلاوية، يبدأ التغيير على طول. هنشوف بقى كده عمر حجاج صانع ألعاب، محسن رمضان ما غيرش، الجزيري موجود في الشمال، الجزيري يعدي، الجزيري سقط كورته حلوة قوي قوي لكن العارضة تمنع هدف، العارضة تمنع هدف لأحمد هشام السيسي، وعلى طول يلم سبورتنج. والله عليك يا حميد، إذا كانت العارضة منعت هدف هنا فحميد منع هدف هنا. الجزيري السيسي طلع كورته سريع جدا على الدايرة العادل، يسجل عادل على الدايرة، يسجل عادل الهدف 18، الهدف 18. والدقيقة الأخيرة مشاهدينا الكرام تفصلنا عن نهاية الشوط الأول. لسه الهجمة، هات وخد خط الخلفي على مهله خالص، هيحاول كده ينهي الهجمة دي. جيمي نزل على الدايرة وهيحاول ينهي سبورتنج الهجمة دي مع الدقيقة الأخيرة، مع الثواني الأخيرة. لسه جيمي طلع الكرة على الدايرة، يسجل على الدايرة، قطع والله كده شادي، كان بيلعب باتنين دايرة فقطع شادي وسجل. والهجمة الأهلاوية على مهله خالص، هات وخد محسن. وهنا كابتن طارق محروس طلب وقت مستقطع، دقيقة 29 و41 ثانية، فرق 4 أهداف. ترى كابتن طارق محروس هيقول إيه؟ نتابع ونشوف. يعني اعتقد كده الاقل من 20 ثانية اللي فاضلين كابتن طارق محروس هيقول لهم تسليم واستلام سريع جدا، حاولوا ان انتوا ال 20 ثانية دول تاخدوهم كده من تسليم واستلام مع بعضيكم، لان احنا لسه في بداية الهجمة، فبالتالي ما بيش هيبقى فيه نية اللعب السلبي او ما فيش وقت اللعب السلبي، وتنتهي الكورة يا اما على تسقيطة لعادل على الدايرة، يا اما هنلاقي عبد الرحمن، يا اما هنلاقي محسن رمضان تصويبه من بره، او الجزيري او عمر حجج، الثلاثه دول من الخط الخلفي، اعتقد ان هيبقى ليهم شان في الهجمه دي. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ننزل ملعب المباراه ونشوف ونتابع ماذا قال كابتن طارق محروس للاعيبه الاهلي. شايف كده الجزيري بيتكلم مع عمر حجاج، ادي الثلاثي اللي قلت عليهم، ادي الثلاثي اللي انا قلت عليهم، كابتن عمر حجاج ومعاه الجزيري ومعاه محسن رمضان، ادي التلاتة، وادي عادل مستني على الدايرة، محسن، عادل يطلع يستلم، لمحسن تاني، للجزيري، لعادل على الدايرة، يشوط لكن يشطها حارس المرمى، يشيلها حارس المرمى. ترجع الكرة للسبورتنج، اتلعبت الكرة سريعة جدا، يحاول يطلع من على الدايرة لكن مقطوعة من دفاع الأهلي، وينتهي معاها مشاهدينا الكرام، آخر كرة أعتقد لها هتتلعب، آخر كرة هتتلعب. لازم الكرة دي تتلعب لان كان في صفاره فاول على النادي الاهلي. طبعا الكرة دي اذكر حضراتكم لازم تشوط بمره واحده، مفيش حاجه اسمها مباصيه. شايف بقى محمد ياسين رايح وفي دفاع من الاهلي كله واقف، كله يعمل بيه بلوك، ومحمد ياسين هنشوف هيعمل ايه، وحمايد وراهم، محمد ياسين على التنفيذ وحمايد وراهم، بيهوش مره ويشوط لكن حمايد يشيلها. مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى الشوط الاول بتقدم اهلاوي 18-14. مشاهدينا الكرام عوده سريعه لاستوديو التحليل الكابتن هيثم بن سعيد وضيف الكرام كابتن ياسر صلاح، اليكم الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاعلام المتميز كابتن هيثم السعيد وضيفه الكريم كابتن ياسر صلاح. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بقناه نادي القاهره، انا اسعد بصحبتكم. الشوط الثاني من لقاء الاهلي وسبورتنج، انتهى الشوط الاول بتقدم اهلاوي 14-18. هجمه النادي سبورتنج بدايه الشوط الثاني، على طول الكره مع صانع الالعاب اللي بيطلع الكره على طول ليه شادي، ترجع ثاني لسبورتنج معاه، لسه هتاخد من الخط الخلفي
ترجع عند مهاب، ينزل كده كصانع العاب مهاب، يرجع في اليمين مهاب تاني ويخش بقى كده 96 صانع العاب جوه، وتاني الكره مع مهاب، وتغيير في المراكز نادي سبورتنج، وتسويبه لكن حميد، حميد لكن ترد تاني كده من على الدايره، وتسجيل الهدف، تسجيل الهدف عن طريق مهاب حسين. والهجمه على طول اهلاويه، اول ظهور لاسلام حسن رقم 9. طبعا بكره الاهلي ان شاء الله عنده مباراه هامه جدا مع نادي البنك الاهلي في اسكندريه، عشان كده كابتن طارق محروس اعتقد ان هو بيعمل حمل تدريبي على توزيعه على جميع اللعيبه. اسلام يطلع كورته على طول للجزيري، لاسلام للجزيري، سقط على الدائره العادل لكن مقطوعه، فاول ولا كان جاري كده رقم 48 مهاب سعيد، كان قاطع كويس قوي مهاب، كان ترجع الكوره لسه العادل. وتاني تمريرات من الخط الخلفي، محسن رمضان يستلم للجزيري ويعدي لكن ياخد فاول تاني، فاول للاهلي. اسلام حسن بيقول لي كده للجزيري تعالى من ورايا، لكن هنشوف الجزيري هيعمل ايه. تاني عادل للجزيري، استلم حاول يعدي ويسقط على الدايره لكن فاول، رميه حره في رجل الجيمي كده دايره نادي سبورتنج، والهجمه ما زالت اهلاويه، لكن هنا شرط اللعب السلبي. اعتقد ان اسلام هيعدي ولا تصويبه الجزيري، هنشوف ونتابع. الجزيري على الدايره، حلوه 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 قوي قوي لنعمان مع بدايه الشوط الثاني، دفع كابتن طارق محروس بنعمان واسلام حسن، والهجمه سريعه وهدف لنادي سبورتنج مع بدايه الشوط الثاني. شفنا نعمان رقم 26 وشفنا اسلام حسن رقم 9 اللي معاه الكوره، لكن هجمه لسبورتنج قطع مرتين ويحاول يعدي وهو لوحده خالص على الدايره، ويسجل مهاب حسام، يسجل مهاب حسام هدفين اثنين ليه سبورتنج، سريع جدا من اخطاء تمرير للاهلي، لكن لسه الهجمه الاهلاويه. على طول اسلام طلع كورته لمحسن رمضان، لاسلام لمحسن تاني للجزيري، هيستلم الجزيري اتنين كده كصانع العاب، وروح على طول اسلام حسن في الشمال، لكن لسه التاني في اليمين، محسن رمضان لاسلام تاني، وجري من الكوره واربعه اتنين على الدائره للاهلي، والجزيري والتصويبه للجزيري وهدف، وتصويبه للجزيري والهدف ال20. وتاني مهاب حسام يقطع ويلعب كره سريعه جدا، في هنا اعتراض على ان في اربع خطوات، لسه الهجمه تبقى رامي الجانب، لعبها على طول نعمان ولوحده خالص، وسجل وسجل مستريح خالص مهاب سعيد. نعمان لعب كره لمهاب سعيد تاشيره لدخول هدف اكيد للنادي الاهلي. 21-17 وبنلعب في الدقيقه الثالثه من زمن الشوط الثاني، مشاهدينا متابعينا عبر قناه الاهلي، لقاء سبورتنج والاهلي، فعاليات الدور الثاني او الدوره الثانيه للصعود للمربع الذهبي اللي هم الاربعه الكبار اللي هينافسوا على بطوله الدوري العام. ثاني هجمه لسبورتنج، تمريرات من الخط الخلفي، يبدا الثاني، هات وخد تمريرات كتير قوي، لكن على طول نعمان يقابل، نعمان يقابل محمد ياسين، لسه الكوره شاهد على الدايره، طلع كورته ويلعب لمحمد جمال على مهله خالص، يحاول يسقط للشاد لكن ياخد محمد جمال ويعمل ارتقاء عالي، لكن على طول دفاع الاهلي يمنع، وكوره بتاشيره ثانيه للمره الثانيه وهدف ثاني، تاشيره ثانيه ومره ثانيه لهدف ثاني، على طول يخش مهاب سعيد ويسجل كده كده ثاني مره. يمكن النهارده بيغيب عن مباريات الاهلي اكتر من نجم اليوم مظلوم طبعا في صفوف النادي الاهلي، سواء كاستيلو او زيزو عبد العزيز ايهاب او عبد الرحمن، الثلاثه يعني يمكن من اخطر لعيبه النادي الاهلي. لكن نرجع تاني للمباراه، والهجمه لسه مع سبورتنج، مهاب حسام طلع عبد العزيز تصويبه، لكن على طول حميد، حميد يشيل، والهجمه الاهلاويه، اسلام حسن لوحده خالص، طلع الكوره حلوه في الجناح ويسجل، ويسجل مستريح مهاب سعيد، مهاب بيقدم حتى الان هدايا للنادي الاهلي، وبيطلع مهاب كده ويشوف بقى مين اللي هينزل مكانه في الجناح، لكن مهاب فعلا يعني عمل اكتر من فاست بريك كويس او سجل ثلاث اهداف متتاليين. الهجمه لسبورتنج على مهله خالص، محمد جمال في الباك اليمين
لمهاب في النص صانع العاب للتصويبه لسه من مهاب لمحمد جمال، لكن مقطوعه منه عمان، لكن ترجع تاني الكره لسبورتنج. لكن هنا بقى انا شايف الجزيري بيحاول يتقدم وعينه على الكره، لكن مهاب بيحاول يعدي لكن ياخد فيها رمي حرة من الجزيري. لكن لسه الكره مع سبورتنج، هنشوف اشاره اللعب السلبي هترفع ولا ايه. لسه مهاب حسام ياخد فاول، لسه المصري يمنع. لكن لسه الكره مع مهاب حسام، يطلع كورته على طول عند جمال شعبان، لكن جمال يحاول يعدي ويرجع تاني كده لمهاب، بيقابلوا بعض كويس قوي سبورتنج. لكن هنا ابراهيم المصري بيطلع يشيل، واشاره اللعب السلبي. مهاب طلع الكره على مهله، مهاب تاني حاول ساعة لشد على الدايره، لكن محمد نعمان يقطع والهجمه العكسيه، وعلى طول هو لوحده خالص محمد سليمان لاشين يسجل. محمد سليمان لاشين يسجل، يخش ويسجل هدف. قلت لحضراتكم التاشيره بتجيله على طول من نعمان اللي ادى اكتر من تاشيره تصويب او تهديف ليه مهاب سعيد. خرج مهاب سعيد ونزل مكانه والله 55 محمد سليمان، لكن نفس الطريقه التاشيره بتجيله بيخش ويسجل الاهداف. ابتدى الهجمه لسه سبورتنج، حاول يعدي وتصويبه لكن خارج الملعب. لكن في هنا صفاره فيها ورميه حره، صفاره ورميه حره على النادي الاهلي. ولاعب سبورتنج ان شاء الله يكون سليم ويقوم، نطمن عليه كلنا طبعا. لكن حتى الان بنلعب في دقيقه 7 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، التقدم ما زال اهلاوي 24-17. اذكر حضراتكم المباراه دي تاني مباراه في الدوره او في الدور الثاني في الفتره الثانيه او المجموعه الثانيه او التصفيه الثانيه لدور المحترفين، التصفيه قبل الاخيره ان شاء الله. بعد كده الست فرق اللي موجودين دلوقتي في التصفيه دي يبقى في 4 فرق بس، والاربعه دول المربع الذهبي للعب على بطوله الدوري، دورتين مجمعتين لسه لم تحدد مكانها حتى الان. لسه الملعب واقف زي ما قلت لحضراتكم، يمكن الاصابات عمر سامي وكاستيلو وعبد الرحمن وزيزو يمكن مقصرين فعلا على اداء الاهلي، لكن موجود العوض موجود بدلهم. وانا شايف والله حتى الان مهاب سعيد ومحمد سليمان قايمين باللازم مكان كاستيلو اللي بنتمنى طبعا الشفاء ويرجع تاني لملعبه. والهجمه لنادي سبورتنج، مهاب سعيد طلع كورته يستلم تاني مهاب وهو بيجري، لكن هنا نعمان يقطع ولوحده خالص نعمان، والجون فاضي وهدف، والجون فاضي وهدف. نعمان قطع كويس قوي والجون فاضي، خرج الحارس المرمى بره الجون والهدف على طول في الجون، مرمى خالي والهدف غالي. نعمان يسجل الهدف ال 25 25-17. الهجمه لسه لسبورتنج، طبعا في غيابات في نادي سبورتنج ما نمنعش، موجود والله سيد محمد حارس المرمى وحسام خضر موجودين الاثنين، طبعا بنعزي كابتن احمد عبد الرحمن والده توفى امس وبنعزي. والهجمه تاني وفاضي الهدف والهدف جول، والهدف فاضي، جول فاضي والهدف على طول على طول على طول بيخش كده رقم 5 محسن رمضان، هدف تاني والمرمى خالي، وفي دقيقتين على حارس على صانع العاب نادي سبورتنج مهاب حسام، في دقيقتين على مهاب حسام، في نقص عددي في نادي سبورتنج. طبعا نقص العدد ده مش لصالح سبورتنج ابدا، سبورتنج متاخر دقيقه 8:13 26-17 فرق 9 اهداف. الهجمه نادي سبورتنج، نزل طبعا رقم 10 يوسف خالد كصانع العاب، وتمريرات من الخط الخلفي، هيحاول بقى سبورتنج يستهلك الوقت على قد ما يقدر. لكن لسه بيطلع جيمي يستلم على طول الكوره، محمد جمال تاني على الجناح يخش ويسجل، يخش من الجناح ويسجل والله. رقم 4 عمر يحيى، هجمه اهلاويه، اسلام حسن على مهله، اسلام لنعمان للجزيري على طول توصل الكرة عند مصر رمضان للجزيري اللي بيعلي نفسه كده ويحاول يسقط لمها لإسلام، لكن يلمها
دفاع سبورت بتبقى هجمه مرتده سريعه جدا، وهو لوحده وايه داس على خط الجول، داس على خط المرمى، تبقى الهجمه اهلاويه. الجزيري اسلام كان قاطع نعمان لكن لسه الكوره، وتصويبه حلوه حلوه حلوه، تصويبه ولا احلى ولا اروع، وهو بيجري كده من الثبات بيخش ويسجل هدف على طول رقم 5 محسن رمضان، الهدف 27 27 18. يبدا كابتن طارق محروس، اعتقد ان هو هينزل مجموعه ثانيه ويريح عشان ماتش بكره ان شاء الله في اسكندريه مع البنك الاهلي، هنشوف. لكن لسه الهجمه للسبورتنج، تمريرات من الخط الخلفي، هشام عادل ليه رقم 10 يوسف خالد، يوسف حاول يسقط على الدايره كان تيجي في الدفاع في ابراهيم المصري وتتلمها، لكن لسه والله اتقالت ايه، رامي الجانب والله كان 55 اللي كان جري محمد سليمان، هو اللي كان جارب الكوره وكان بيحاول ياخدها من على الخط. تاني المرمى خالي، يبقى هنا الهدف غالي، لو الاهلي خد باله اعتقد انه ممكن يسجل منها، يسجل منها حتى الان مرتين. وتاني هجمه سبورتنج حلوه قوي في الجناح ويشيلها حميد، واسلام المرمى خالي يا اسلام، ويسجل اسلام ويسجل اسلام، قلت لحضراتكم سجل الاهلي منها مرتين، واسلام حسن بيقول لي وانا كمان ليا في التورته، وبيسجل هدف اسلام حسن. 28 18 الفرق بدا يزيد، 10 اهداف فارق. هجمه النادي سبورتنج وعلى طول تايم اوت، يطلب الكابتن او المدير الفني كابتن محمد عبد السلام عشان يشوف بقى فرقته. 10 اهداف فرق، اعتقد الفرق بدا يوسع زي ما قلت لحضراتكم، يمكن الاهلي لعب سبورتنج مرتين قبل كده في الدوري المجموعه الاولى، المرتين الاثنين الاهلي فاز مره بفرق هدف واحد وتعادلوا في المره الثانيه، يعني معنى كده كانت القوتين قريبين من بعض جدا. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصل الفارق ل 17 ل 10 اهداف؟ ده اعتقد اللي هيتكلم فيه الكابتن محمد عبد السلام. لكن كابتن طارق محروس يهمه طبعا يطلع بالنتيجه دي، احنا من هنا الدور الثاني او دور المجموعات عامه بيحتصل النقط ويشوف بقى كده، يمكن حتى الان الاهلي عنده 28 نقطه بالمرتبط، الزمالك عنده 28 نقطه بالمرتبط في المركز الاول، الاهلي قبل طبعا قبل مباراه النهارده عنده 26 نقطه في المركز الثاني، سبورتنج 24 مركز ثالث، طلائع الجيش 16 في المركز الرابع، البنك الاهلي 13 في المركز الخامس، سموحه في المركز السادس 11 نقطه. كده اعتقد الاقرب للمربع الذهبي اعتقد هيكون الاهلي الزمالك سبورتنج طلائع الجيش، لكن ايه اللي هيحصل؟ نتابع ونشوف من خلال قناتكم قناه الاهلي. انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراه ونشوف ونشاهد كده ونوصف لحضراتكم هجمه لسبورتنج. جيمي يبدا على طول يطلع كورته على مهله خالص، مهاب حسام اعتقد دي تعليمات بقى كده لاستهلاك الوقت متهيألي، لكن لسه الكوره تاني ليه محمد جمال، ترجع على طول ليوسف خالد، هاتوا خد يوسف، محمد جمال تاني مستني جمع الدايره، كان تقطع حلوه قوي، قطع كويس قوي واستلم كورته حلوه قوي وقدر ان هو يسجل هدف لنادي اسبورت. لسه الهجمه اهلاويه، اسلام حسن، اسلام على مهله اسلام، محسن رمضان، محسن للجزيري، دلوقتي نزل على الدايره ياسر سيف، كان لسه الكوره تاني 4 2 على الدايره، الجزيري اتقطعت منه فهو الجول لوحده خالص لوحده خالص لوحده خالص وبره الملعب بره الملعب، يمكن جمال خورشيد كوره كده بره الملعب، وعلى طول الجزيري بيطلع كوره حلوه قوي قوي من كوره سامح عبد الوارث اللي كان بيطلع ويعمل جامب عالي ويسجل منها الهدف في 29 29 19 كوره حلوه جدا 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 للجزيري. تاني الهجمه لسبورتنج على مهله خالص، يوسف خالد، يوسف هاتوا خد من الخط الخلفي وجري من دور الكوره، يطلع جيمي يستلم، كان ترجع الكوره تاني عند محمد جمال شعبان ليوسف لشادي،
اللي بيحاول يخش، لكن الاهلي على طول فاول للاهلي. اتلعب السريع والواحد خالص 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 خالص. ويا راجل بتعمل ايه؟ جبت الصعب يا محسن رمضان بالعرضه تمنع هدف لمحسن رمضان. ترجع لسبورتنج سريعه من الجناح يستلم، لكن توصل الكوره تاني عندي جمال ليه يوسف خالد لجمال تاني اللي بيستلم وهو بيجري ويعمل اختراق حلو قوي والعارضه تشيل ورميه مرمى. يتلعب السريعه عاد لاسلام حسن دخل وعمل ارتقاء لكن اتقطع التاني من سبورتنج والمرتده سريعه جدا وهو جون ويخش ويسجل مستريح. هشام عادل انور يخش ويسجل هدف ال20 لنادي سبورتنج عشان قلل السكور شويه لفارق 9 اهداف 20-29. اسلام حسن تاني بدا ينزل كده اول مره اهو احمد راضي طبعا ابن الكابتن محمد راضي لاعب النادي الاهلي السابق ومدرب النادي الاهلي. راضي تمريرات من بره هنشوف هيعمل ايه. راضي مشهور بالاختراقات والتمريرات هنشوف ونتابع. اسلام حسن توصل ليه 13 فوكس برضه بدا يدفع فيه زي ما قلت لحضراتكم كابتن طارق مهروس هيبدا يدفع بمجموعه تانية خالص عشان مباراه بكره. والمرتده السريعه وهدف ليه هشام انور رقم 5 معاه دقيقتين لراضي احمد راضي دقيقتين. الاهلي هيلعب ناقص لمده دقيقتين هنشوف حميد هيطلع وهينزل طبعا سيسي لكن والله لكن اللي نزل محسن رمضان محسن لفوكس في النص هاني سيف هاني ترجع تاني الكره لاسلام حسن اسلام لمحسن رمضان لفوكس التاني تمريرات من غير كوره يعدي محسن تصويبه المحسن وهدف والهدف ال30 وتاني الكره بتتلعب لسبورتنج سريعه يحاول يعدي يمكن ترجع تاني الكره لورا الجناح ترجع تاني العادل يحاول يعمل اختراق ويسجل يوسف خالد الهدف ال22 22 سبورتنج 30 الاهلي الدقيقه 15 من زمن الشوط الثاني. ايه الهجمه اهلاويه على طول بيلعب ياسر سيف على الدايره فوكس كصانع العاب يغير مكانه مع محسن رمضان لفوكس لاسلام حسن فوكس تاني يستلم حاول يعدي لكن ترجع تاني لسبورتنج يقطع والمرتده السريعه هو جون ويسجل رقم 5 هشام عادل انور. المرتدات السريعه جدا بدات تعمل مشكله في دفاعات الاهلي. لسه الهجمه اهلاويه اسلام نعمان هتاخد لاسلام لفوكس ترجع على طول الكوره عند محسن رمضان لفوكس اسلام يستلم هيعدي اسلام لكن بيطلع لمحسن رمضان اللي بيشوط ويسجل محسن رمضان هدف 31 31-23 هجمه لسبورتنج على طول يوسف خالد يستلم وهو بيجري يعمل اختراق لكن يعدي تاني ياخد رميه جزائيه يدفع من الداخل على فوكس الإشارة واضحة ودفع من الداخل. والمواجهة هنشوف بقى هشام عادل أنور هنشوف كده مع عبد الرحمن حميد وهشام يشوط ويسجل هشام. إيه الهدف ال 24؟ 24-31 اكتمل النادي الأهلي نزل راضي تاني أحمد راضي صانع العاب اسلام حسن لفوكس في الشمال اليمين اسلام في الشمال وفوكس في اليمين احمد راضي في النص يبدا يغير مراكز النادي الاهلي ترجع تاني لاسلام هيعمل اختراق كده يرجع تاني لفوكس لاسلام حسن لراضي ارتقاء عالي وسقط للجناح عند نعمان لمها ويقف لراضي تاني لاسلام يحاول يعدي ياخد فاول اسلام اسلام حسن وهنا شوط اللعب السلمي فوكس يا ترى هيعمل اختراق ولا هيعمل ايه؟ يطلع كوره على طول
يحاول يعدل اسلام، يشوط اسلام يسجل اسلام، يشوط اسلام يسجل اسلام، ايه الهدف ال 32 32 24. هاجم السبورتنج يحاول يعدي يوسف خالد كده على الدايره، جيمي يسجل، جيمي يسجل مستريح واقف خلف الدفاع وبيستلم كره مستريح. وهنا كان طول كابتن طارق محروس بيبدا ده بقى الفوكس ويتكلم معاه. 17 دقيقة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، التقدم ما زال أهلاوي 32-25. أحمد رضا على التنفيذ على طول، طلع كرة إسلام، إسلام لراضي ياخد لفوكس يستلم يعدي سقط للجناح، حلوة حلوة حلوة، لكن والله حارس المرمى معاه، حارس المرمى معاه. محمد سليمان داخل من الجناح لكن حارس المرمى شالها، تبقى الكرة تاني للسبورتنج. يحاول يقطع راضي لكن توصل الكرة على طول عند محمد جمال شعبان. ليه؟ يوسف خالد اللي بيحاول يعمل اختراق ياخد فاول. رايح يستلم على طول. محمد جمال شعبان مستني الكرة. لكن يوسف خالد هو على التنفيذ. جيمي ويوسف خالد. جيمي طلع كورته. ليوسف. لمحمد جمال شعبان، ليوسف تاني، ارتقاء عالي تصويبه لكن يشيلها حارس المرمى. حميد لكن ترجع تاني لجيمي، يلمها مستريح ويسجل جيمي، يلمها مستريح ويسجل جيمي. الهجمه الاهلاويه 26-32، بدا الفارق يقل. راضي فوكس الراضي، هات وخد مع سيف هاني، ترجع كرة تاني لإسلام حسن، إسلام لفوكس، لإسلام، تصويبة هايلة هايلة، لكن والله حارس المرمى مع الكرة أحمد وجيه ويمنع هدف أكيد للنادي الأهلي. تصويبة هايلة من إسلام حسن، صد أحلى فعلا من حارس المرمى أحمد سعيد، والله اللي في حارس المرمى دلوقتي. على طول الكرة بتلعب لسبورتنج، يجري يستلم وهو بيجري، حلوة قوي التصويبة هايلة. محمد جمال شعبان استلام بسرعة الدوران مع التصويب، وهنا كابتن طارق محروس تعالوا بقى شوف ايه الكلام اللي هيتقال. وقت مستقطع بيطلب كابتن طارق محروس، ده كام؟ اديها 19:46 ثانية. في كلام كتير هيقوله كابتن طارق محروس، نتابع. كويس الله اتفضل، تعال 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 تعال. كابتن طارق محروس قال لهم ايه في الوقت المستقطع، وايضا الناحيه الثانيه كابتن محمد عبد السلام اتكلم في ايه، لكن حتى الان دقيقه 19:46 ثانيه، التقدم مازال للاهلي 32-27. انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراة ونشوف ونتابع ونشاهد ايه اللي هيحصل في الملعب. فوكس على التنفيذ مع جنبه احمد راضي ونعمان واسلام حسن، دول موجودين في الملعب حتى الان. على طول على الدايرة هينزل 72 ياسر سيف، ريح احمد عادل، تاني الكورة لراضي، اسلام حسن لراضي، لفوكس لراضي، لاسلام، خط الخلفي بيتحرك لكن فين بقى هنا الدخول على المرمى. راضي يعمل اختراق ويشوط ويسجل، راضي يشوط ويسجل، راضي الهدف ايه 33. لازم الكل يرجع ورا ما يعديش خط الملعب. اتلعبت على طول هشام عادل ليه صانع العاب يوسف خالد، طلع عند محمد جمال شعبان، تغيير في مراكز اللاعبين السبورتنج، تاني يوسف خالد على الدايره لجيمي، يستلم جيمي يسجل، قوه بشريه ما شاء الله على الدايره. والهجمه الاهلاويه على طول فوكس، اسلام حسن يقف على كورته ويستنى اسلام لفوكس تاني، يحاول كده بيقوله سقط على الدايره لكن فوكس ياخد المدافع ويخش بيه، عايز يعمل اختراقات فوكس ولا ايه هنشوف ونتابع. لكن لسه الهجمه الاهلاويه، راضي يستلم لفوكس، هات وخد تاني لاسلام حسن في الشمال،
وجري من غير كوره، و4 2 على الدايره. يا ترى في تحجيز ولا ايه اللي هيحصل؟ صارت كوره حلوه 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 على الدايره لياسر سيف اللي بيخش ويلف ويسجل هدف ولا اربع ولا اجمل من كده للنادي الاهلي. والهجمه سريعه سبورتنج، ارتقاء عالي على الدايره لجمال جيمي، يشوط لكن يشيلها حمايد النبادي، يشيلها حمايد النبادي ويطلع كرة الراضي سريع جدا، اختراق ورجع كرة فوكس على الدايره حلوه قوي قوي، لكن العارضه ايه العارضه تمنع هدف. والهجمه المرتده السريعه لنادي سبورتنج، يوسف خالد وتصويب حلوه، كرة كده بيخش محمد جمال يخش ويسجل منها هدف. لسه الهجمه اهلاويه، فوكس عدى لوحده، استنى المسانده، استلم محمد سليمان لراضي لفوكس تاني، هاته خد لاسلام حسن تاني، راضي يطلع من على الدايره يستلم ياسر سيف، ترجع تاني لفوكس لاسلام لراضي، تغيير في مراكز اللاعبين، يبدا يعمل اختراق لكن ترجع تاني الكوره عند محمد سليمان لراضي، واشاره اللعب السلبي لكن ترجع تاني على الدايره حلوه حلوه لياسر سيف على الدايره بيخش ويسجل من الهدف 35 35 29. الهجمه لسبورتنج يقابل على طول نعمان لكن ياخد فاول، ولا ده فوكس اللي مقابل لشادي، اتلعب السريع جدا، حاول يسقط على الجناح ويخش ويسجل، ويخش ويسجل من الجناح لنادي سبورتنج جلال الدين خورشيد. والهجمه الاهلاويه على مهله، راضي اسلام حسن نعمان، راضي التاني لفوكس، هات وخد لراضي لنعمان، مستني نعمان في الجناح لكن راضي يستلم ويعدي كورته حلوه قوي على الدايره سقط لكن لسه فاول، تاخد والله سريع جدا لسبورتنج وجول لوحده خالص ولكن بره الملعب، بره الملعب رمية مرمى الاهلاوي، بره الملعب رمية مرمى. كرة اتلعبت لراضي لاسلام حسن، اسلام لفوكس تاني يقف على كورته ويهدي ملعبه، راضي بيتفق مع اسلام على حاجه، هنشوف اسلام يعدي ويكمل ويخش لكن يشوط لكن حارس المرمى يشيلها، حارس المرمى يشيلها. ولسه الهجمه اهلاويه، احمد راضي بيستلم، راضي اسلام حسن مقطوعه منه، هو جون لوحده خالص، هو جون وبره الملعب، بره الملعب محمد جمال شعبان يلعب كره باند كده تبقى بره الملعب، رميه مرمى اهلاويه، ياخدها راضي يقابله نعمان، ينزل نعمان كصانع العاب، تغيير في مراكز لعيبه الاهلي، تاني كلاكيت كان هيتقطع لكن اسلام حسن ياخدها النبادي، سقطها حلوه قوي في الجناح، كنت ترجع تاني لفوكس، فوكس على مهله راح كده، انا شايف فوكس كان نزل كنص ملعب واسلام على الدايره وبدا التغيير في مراكز اللاعبين ورميه جزائيه الاهلي، معمار راح الباك اليمين ورميه جزائيه للنادي الاهلي. هنشوف اسلام حسن، اسلام مواجهه فرديه اسلام حسن، هنشوف احمد سعيد في حراسه المرمى، وادي اسلام لسه في هنا كلام من الترابيزه من بره مع الكابتن عبد الحليم شعبان مراقب المباراه، ترى في ايه هنشوفه ونتابع. استدعاء للحكمين الدوليين هايدي وياسمين السعيد، ترى في قرار ايه هنشوف، لسه المشاوره بينهم بعد استدعاء من كابتن عبد الحليم شعبان مراقب المباراه، راحوا للمسجل والمقاطع كده اللي احنا طبعا مش عارفين في ايه، لكن طالما ان في استدعاء فديتين، فديتين على لاعب تقريبا تغيير غلط، في نقص عدد النادي سبورتنج. اسلام حسن على التنفيذ، الرميه الجزائيه
استسلام يهوش ويشيلها حارس المرمى ويشيلها حارس المرمى. فارق 5 أهداف 30-35. والهاجمة نادي سبورتنج اللي بيلعب ناقص عدد فيخرج حارس المرمى يبقى المرمى خالي والهدف هيبقى غالي جدا للنادي الأهلي، صعب جدا على نادي سبورتنج. تاني لسه الهجمة لسبورتنج، تمرير من الخط الخلفي يستلم كويس قوي محمد جمال لصانع الألعاب اللي حاول يسقط للجناح يلمها فعلا رقم 5 هشام عادل. ترجع تاني الكورة لكن لسه والله يحاول يعدي كده من النص لكن مقفولة والله، ولسه الكرة مع سبورتنج. تاني ارتقاء عالي قبل على الدفاع على طول ياخد فاول يوسف خالد وشرط اللعب السلبي. لسه الهجمة تاني لسبورتنج يوسف خالد تصويبة لكن لمها على طول حميد وعلى مهله خالص. يبدأ نعمان لفوكس، فوكس النعمان لإسلام لفوكس تاني نازل في الجناح عند محمد سليمان. ترجع تاني إسلام حسن، إسلام تصويبة وهدف الهدف 36 الدقيقة 26 والهدف 36 والهجمة لسبورتنج. يطلع كورة على طول حاول يطلع منه لكن فاول، اشاره فاول على النادي الاهلي. يطلع شادي يستلم عشان يلعب كنت ترجع تاني عند يوسف خالد لشادي طلع كورته ليه محمد جمال ليوسف تاني ارتقاء عالي لكن يلمها نعمان ويعدي ولكن يلمها حميد ورمية جزائية، رمية جزائية على نعمان، رمية جزائية على نعمان. وتصويبة وهدف، هدف لسبورتنج الهدف ال 31. تاني الهجمة للأهلي على مهله فوكس لنعمان في الباك اليمين لفوكس تاني لإسلام حسن هتاخد من الخط الخلفي يستلم فوكس وهو بيجري يعمل اختراق يعدي والتصويبة لكن العرض تمنع، العرض تمنع في احتكاك كده خفيف لكن ما فيش حاجة إن شاء الله يكون سليم ويقوم اصطدام كده بين الرادي وبين لاعب نادي سبورتنج الحمد لله سليم. يستلم الكرة على طول يوسف خالد على مهر يوسف لقاسم هات وخد تاني قاسم طلع الكرة ليه شادي يوسف خالد لقاسم اللي هيعمل الشوط تصويبة ويصوب لكن يشيلها حارس المرمى يشيلها حميد يشيلها حميد. وتاني الهجمة لسه قاسم أحمد قاسم ليه على طول هشام هيطلع الكرة ليلة يشوط يشوط يعمل كده دربلاية في الأرض ويتفتح له زاوية تصويب ويشوط ويسجل ما قدرش حميد يعمل فيها حاجة. إيه الهدف ال 32؟ خلينا على الدقايق الأخيرة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الأهلي من نهاية اللقاء بنلعب في الدقيقة 28 و40 ثانية التقدم أهلاوي 36-32. فوكس يطلع كورته لنعمان يكمل نعمان ويشوط لكن حارس المرمى يشيلها لكن تاني يعمل ارتقاء نعمان والهجمه المرتده وجول ويسجل. هنا في تدخل لازم كابتن طارق محفوظ 33-36. اسلام لراضي لفوكس لنعمان تاني الدقيقه الاخيره فوكس ونعمان لإسلام حسن 4-2 على الدايرة لفوكس تاني سقط حلو قوي الكورة ويخش ويسجل يخش ويسجل ياسر سيف ياسر سيف بيخش ويسجل هدف 37-33 والهجمة ليه سبورتنج يسجل منها سريع جدا يوسف خالد هدف
إيه اللي 34؟ 34 37. هجمة الأهلاوية على طول. فوكس النعمان. نعمان يطلع كورته عند محمد سليمان ويقف على الكورة يمكن 4 ثواني لسه وبيشوط. والله هنا لاعب النادي سبورتنج ويسجل منها الهدف ال 35 عشان تنتهي اللقاء. مشاهدينا الكرام بتفوز الاهلي 37-35 سبورتنج. مشاهدينا الكرام سعدت بصحبتكم، كان معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب. على الميكروفون سريعا للكابتن هيثم السعيد وضيفه الكريم ياسر صلاح. كابتن ياسر، كابتن هيثم اليكم الكلمه.